حكامة، عن حكامة الزمن، عن حكامة تدبير هذا الزمن ديالو، فتولي عاجزة عن الإمساك بالفريسة. أربع ساعات اللي غتبقى لينا شنو غنديروا بها؟ فور فاميلي، فور فريندز، فور سوسيتي. هاد الدورة التكوينية لفائدة المسؤولين الإداريين الجدد بما فيهم السادة رؤساء كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة والسادة المدراء في الفرعين اللي تعينوا مؤخرا عن طريق مقابلة الانتقاء. هاد الدورة التكوينية المضمون ديالها هو إنماء الشخصية القيادية ديال المسؤول الإداري وتطوير المهارات ديالو التدبيرية لتولي منصب المسؤولية بالمهام ديالو الجديدة. هاد الدورة التكوينية هي فيها أسبوع وغادي تنتهي بفترة تدريبية إن شاء الله في المحاكم وفي المديريات الفرعية. على المستوى يعني الفترة التدريبية غادي يكون مناسبة أنه يطلعوا على التجارب اللي كاينة في هاد الوحدات لا ممركزة من حيث الأسلوب ديال التدبير ومن حيث تدبير الموارد البشرية وكذلك المهام ديالهم المنوطة بهم في العمل. هاد الدورة تقريبا شارك فيها 30 مسؤول إداري، منهم اللي كانوا سابقا تولوا المسؤولية في إطار يعني سابقا، وكاين مسؤولين جدد اللي أول مرة غادي يتحملوا المسؤولية. إذن هاد الدورة التكوينية إن شاء الله نتمناو أنه تعطي النتائج ديالها المرجوة من خلال أن نمكنوا كل المسؤولين الإداريين الجدد من الإحاطة بالمخططات الاستراتيجية القطاعية، وعلى أساس أنهم مكلفين بتنزيلها على مستوى المحاكم والمديريات. وبطبيعة الحال من خلال هذه العملية التنزيل تتكلفوا كذلك بتقويمها وبتحقيق الأهداف المسطرة من أجلها. وتقريبا هذا هو المبتغى من هذه الدورة التكوينية. المدة ديال الدورة التكوينية هي أسبوع زائد فترة تدريبية لا تقل عن أسبوعين. هذه هي الفترة ديال التكوين، لا سواء تعلق بالتكوين النظري ولا تعلق بالتكوين التطبيقي. لتغيير العالم، لتغيير الذات، لتغيير هذا العالم الذي انتمي له. واش تفعلوا الجرس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.